والله منذ أن خرج رسول الله إلى تبوك ما وجدت إلا منافقين فرحين بمكوثهم في المدينة دون رسول الله. والماء البارد ليغتسل أبو خيثمة من حر الطريق، وأنا أطهو له الطعام الذي يشتهيه، وذاك فراشه معطر فينام هادئا بعد الطعام والاغتسال. هذه الرائحة؟ رائحة العطر أم رائحة الطعام يا أبا خيثمة؟ عطر وطعام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس الحارقة والريح العاتية والحر الشديد، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء وفي ماله مقيم؟ والله ما هذا بإنصاف، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق رسول الله، فهيئ لي زادا. حاسب أبو خيثمة نفسه وعزم على الخروج ليلحق برسول الله وحيدا ويلاقي أخطار الطريق وحرارة الشمس منفردا. وهنا نتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمكن للمرء أن يدرك ما وقع فيه من خطأ أو لحظة ضعف فيعود أقوى من ذي قبل. عمير بن وهب الجمحي، أهلا بك يا أخي. فيما خروجك يا رجل في هذا الحر الشديد؟ حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هيا بنا نلحق به سويا يا أخي. يا عمير، هل طلبت إليك شيئاً؟ تفضل يا أخي. إن لي ذنباً فلا عليك إن تأخرت عني قليلاً حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك ما تريد يا أخي، عفى عنك الله ورسوله. يا رسول الله، هذا راكب على الطريق مقبل. لم يستطع أحد تمييز الراكب، لكن رسول الله شعر به وقال: هذا أبو خيثمة. يا رسول الله، إنه والله أبو خيثمة. السلام عليك يا رسول الله. سلم رسول الله عليه فرحا به وقال له: هذا أولى لك يا أبا خيثمة، ودعا له النبي الكريم بالخير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق بأصحابه، فكان دائما يقول على من يتأخر: إن كان به خير سيلحقه الله بنا، وإن لم يكن فقد أراحنا الله منه. وكان قد تأخر أبو ذر الغفاري عن ركب رسول الله بسبب بعيره الضعيف الذي أبطأ به. يا رسول الله،
تخلف أبو ذر الغفاري وقد أبطأ به بعيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق بأصحابه ويعلم أنه قادم لا محالة، فقال: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن لم يك ذلك فقد أراحكم الله منه. لا خير في بعير يبطئ بأبي ذر فيؤخره عنا. إنما الخير في أبي ذر يا أبا سفيان، لا تقلق، سيلحق بنا وإن جاء زاحفا. سيلحق بنا بإذن الله وبركة رسوله الكريم. هيا هيا أيها البعير، ما أفطأك؟ أخرت أبا ذر عن رسول الله ولم يعهدني النبي متأخرا. هيا هيا، والله إن لم تسرع لألحق برسول الله ماشيا. هيا تحرك أيها البعير. إذا سألحق به ماشيا. يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون القادم أبا ذر، فقال: كن أبا ذر. يا رسول الله، هو والله أبو ذر الغفاري. ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. عرض أبو ذر الغفاري رضي الله عنه نفسه للمخاطر والصعوبات ليمشي على قدميه في الصحراء تحت الشمس الحارقة، حاملاً متاعه على ظهره ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بعض مواقف أصحاب رسول الله الذين صدقوا مع أنفسهم في إيمانهم، وقد كانت غزوة تبوك أكبر اختبار لقوة إيمانهم، وفي الوقت ذاته كانت إبرازاً للمنافقين الذين هموا أن يفتكوا برسول الله لولا كشف الله لهم. وفي هذا العام وفد إلى رسول الله العديد من الوفود ليسلموا بين يديه. نعم، حتى إن هناك من سمى هذا العام بعام الوفود.